بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم أبنائي الطلبة الأعزاء المرحلة الثالثة، نعود إليكم مرة أخرى في محاضرات لمادة التحليلات الهندسية. موضوعنا اللي راح إن شاء الله نكمله وياكم، وهو يعتبر الموضوع الأخير أو ما قبل الأخير في المادة العلمية لهذه السنة إن شاء الله. الموضوع هو يخص المعادلات التفاضلية الجزئية، partial differential equations and boundary value problems. لا شك أنه إحنا في بداية السنة تطرقنا إلى موضوع المعادلات التفاضلية الجزئية، من تكلمنا بشكل عام عن المعادلات التفاضلية وما تعني المعادلة التفاضلية في المقدمة، وقلنا أن المعادلة التفاضلية إذا كان عدد المتغيرات المستقلة يعني dependent variables كان يساوي واحد فينتجي معادلة تفاضلية اعتيادية، بها المشتقات تكون total differentiation. أما إذا كانت المعادلة التفاضلية تعتمد على أكثر من متغير مستقل واحد، فتتحول المعادلة إلى معادلة تفاضلية جزئية، ونرى فيها مشتقات جزئية يعني partial y مثلا على partial t، partial y على partial x وهكذا. هذه المعادلات التفاضلية الجزئية نعيدها، أنه تعتمد على أكثر من متغير مستقل واحد. الحقيقة هذه المعادلات لها أهمية أكبر من المعادلات التفاضلية الاعتيادية اللي إحنا درسناها من بداية السنة لحد الآن. السبب شنو؟ السبب إنه إحنا المعادلات التفاضلية بنوضحها ونحلها، وإحنا حكينا أيضا في 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 مقدمة المادة، في المقدمة لما شرحناها لحضراتكم، قلنا إنه هذه المعادلات التفاضلية هي تصف حالة فيزيائية معينة، ومعظم الظواهر الطبيعية الفيزيائية تمثلها معادلات تفاضلية جزئية. والسبب في ذلك أن هذه الظواهر لا تعتمد على متغير مستقل واحد. لنضرب مثل سرعة الرياح على الكرة الأرضية. سرعة الرياح على الكرة الأرضية إذا قلنا تعتمد على متغير مستقل واحد، ولنقل إنه الموقع الأكس. هذا الكلام دقيق؟ لا، أكيد مو دقيق، لأنه سرعة الرياح لا تعتمد على فقط الموقع، لأنها في الموقع الواحد غير ثابتة، تعتمد أيضا على الزمن، تتغير مع الموقع وتتغير مع الزمن. كذلك الحرارة، حرارة الطقس في الكرة الأرضية مثلا لا يعتمد على الزمن فقط، وإنما يعتمد على الموقع، كمواقع باردة وكمواقع حارة وكمواقع معتدلة وهكذا. لذلك المعادلات التفاضلية الجزئية تكتسب أهمية أكبر من كونها تصف أكثر الحالات الطبيعية اللي إحنا نريد أن نمذجها بمعادلات تفاضلية ونحلها، حتى الحل الناتج يطلع لي معادلات جبرية نقدر نجد بها القيم اللي نريدها في هذه المعادلة. المعادلات التفاضلية عادة هناك الجزئية، هناك كثيرة معادلات كثيرة جدا، ولكن إحنا للوقت المتوفر لدينا في هذه السنة الدراسية راح نتطرق إلى معادلتين تفاضليتين جزئيتين، وهما الحقيقة من المعادلات المهمة جدا. المعادلة الأولى هي معادلة One Dimensional Wave Equation، معادلة الموجات. هذه المعادلة راح نسويها إلى نشتقها إلى وتر مسحوب بقوة شد ومتعرض إلى الاهتزاز، يتعرض إلى الاهتزاز. وهذه المعادلة الحقيقة ممكن إلها تطبيقات أخرى في التواء، في يعني تورشن مال الشفتات الدائرية، ولها في الأوتار كثيرة، الآلات الموسيقية، الحبال الشد اللي نستخدمها عادة بالأبنية، والأسلاك مال الكهرباء في ما بين الأعمدة الكهربائية، وكثيرة كثيرة في 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 الباخرات، في البواخر، وفي مكانات كثيرة جدا.
أما المعادلة التفاضلية الثانية اللي راح ندرسها هي معادلة تفاضلية خاصة بانتقال الحرارة، هيت ترانسفير. تعرفون أنتم الحرارة تنتقل من مكان إلى مكان، وهذا الانتقال يحتاج إلى معادلة تفاضلية تحكمه. هذه المعادلة التفاضلية تعتمد على الحرارة، على الموقع، وعلى التايم تي. لذلك هاتان المعادلتان تكتسبان أهمية كبيرة بين كونها يصفان حالات مهمة نحتاجها، هي حالة اهتزاز الأوتار، والحالة الأخرى هي انتقال الحرارة في الأجسام الصلدة. أيضا المعادلات التفاضلية لها أهمية، المعادلات التفاضلية لها أهمية كبيرة في موضوع الداينامكس، في موضوع الاهتزازات، ولها أهمية كبيرة في انتقال الحرارة مثل ما قلنا، ولها أهمية في ممكن في الإلكترومغناطيك فيلدز اللي هي تخص الإلكترونيات، وكذلك في الكوانتم ميكانيكس. الكوانتم ميكانيكس أقصد به الميكانيك الكم اللي هو يعتمد على انتقال الطاقة وانتقال الكتلة في الذرات وفي ما بين النواة والذرة، وهذه قضية أكثر ما يستعملوها جماعة الكيمياء والميكانيك ربما بعض الشيء. نعم، احنا حتى هذه المعادلات التفاضلية نستفاد منها في 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 واقعنا او في حياة في في حل الظواهر الطبيعية، يراد اول شيء نشتقها لهذه المعادلات. فراح تشوفون هاتان المعادلتان اول شيء راح نسوي في كل، طبعا راح ناخذ كل معادلة على حدة بشكل منفصل، اول شيء راح نسوي انه نشتق المعادلة التفاضلية. الاشتقاق هنا يختلف قليلا عن اشتقاق المعادلات التفاضلية السابقة. المعادلات التفاضلية السابقة اللي ربما استخدمنا بها إكويليبريم فقط، هنا راح نستخدم قوانين أخرى وفرضيات أخرى كقانون نيوتن الأول بالحركة، وبعض الفرضيات اللي هي تخص حالة المعادلة، تخص الظاهرة التي تنمذجها المعادلة. فمثلا بالاهتزاز الأوتار راح نفترض أنه وزن الوتر قليل جدا، وراح نفترض أنه الوتر لا يتحمل أي نوع من أنواع البيندينج مومنت، يعني لا يتحمل اللاترال فورس. أما في حالة مثلا الحرارة راح نفترض أنه المادة آيسوتروبيك وهوميجينس، وهكذا فرضيات مختلفة راح إن شاء الله نطرق لها تبع. الحقيقة الطرق حل هذه المعادلات تنصب بشكل عام بطريقتين رئيستين، هناك طرق كثيرة ولكن هناك طريقتين رئيسيتين. الطريقة الأولى هي طريقة فورير ميثود، فورير ميثود اللي أخذتوا أنتم فورير سيريز مالته ويا دكتور أحمد، وأعتقد الفورير سيريز راح تفيدنا كلش في موضوع حل هذه المعادلات، وراح نستند عليها بشكل أساسي. أصلا لمعلوماتكم أنه إحنا أنطيناكم الفورير سيريز حتى نأهلكم إلى هذا الموضوع المهم جدا. الطريقة الأخرى اللي هي لابلاس ترانسفورم ميثود. اللابلاس ترانسفورم ميثود بيها حل أوسع وأشمل للمعادلات التفاضل الجزئية، ولكن إحنا بصراحة ما راح نتطرق له بسبب ضيق الوقت. إذن إحنا راح نحل كلتا المعادلتين أو 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 أو, أو كلا المعادلتين باستخدام طريقة الفورير. فالآن نجي نتطرق إلى المعادلة الأولى واللي هي الوان دايمنشنال ويف إكويجين، يسموها معادلة اهتزاز الأوتار، ويسمونها أيضا معادلة الموجة. معادلة الموجة اسمها هذا الـ One Dimensional Wave Equation هو أكثر شهرة. أول مرة شنو معناها One Dimensional؟ One Dimensional نقصد أنه الوتر هو عبارة عن سلك مقطع كلش صغير نسبة إلى طوله، وقوة الشد اللي به هي ثابتة وباتجاه واحد. فلو تلاحظون الشكل اللي أمامكم، الشكل 11-1 يمثل لنا وتر مسحوب، وسميناه فليكسبل سترينج، يعني وتر مرن. شنو يعني هذا من مميزات هذا الوتر مرن؟ إنه أولا لا يمكن أن يتحمل البيندينج، وإذا تركناه راح ينطوي. بس قوة الشد اللي به هذه تشوفونها قوة تي
من الجهتين، هاي التي فورس او الانتنشن فورس التي هاي راح تخليه دائما تحت قوة شد وتحت شد ثابت بحيث لا يمكن ان ينحني. لذلك اي اهتزاز نسوي لهذا الوتر راح يعني اي ديسبليسمنت نمطي لهذا الوتر راح يبقى يهتز. واجبنا احنا نجد معادلة تفاضلية تحكم اهتزاز هذا الوتر مع الموقع والزمن، يعني نريد نعرف شقد هذا الوتر ممكن يصعد او ينزل مع الموقع ومع الزمن، شقد ارتفاع الوتر عن شكله، انحراف الوتر عن وضعه الاساسي الافقي مع الزمن ومع الموقع. فنفترض هنا عندنا وتر فليكسبل سترينج، نقول فليكسبل قلنا يعني ما يمكن ان يتحمل بيندينج، ومن ما يتحمل بيندينج يعني نقول الاي اي مالته صفر قريبا من الصفر. حتى نبدي نحل هذا الوتر، حتى نحل هذه المساله ونجد المعادله التفاضليه اللي تحكم لنا تصرفه او تحكم لنا اهتزازه، يراد اول شيء مجموعه اسامبشنز نسويها. اول اسامبشنز، اول فرضيه انه the deflection is assumed very small so that the change in string length is neglected. شنو معناها هاي؟ معناها انه احنا الانحراف او الاهتزاز اللي يصير بالوتر هو جدا قليل نسبه الى طول الوتر، لذلك لما الوتر يهتز معناها يطول، هذا الزياده بالطول راح نهمله لانه كلش قليل. وانتم تلاحظون مثلا الالات الموسيقيه اللي منكم شايفها العود وما شابه والكمان، الموسيقي لما يضرب على الاوتار، الاوتار تهتز، بس هي الاوتار ما راح يطول يزيد، لان ممكن ان ترجع في الى وضعها طبيعي، من يبطل الضرب على الاله يرجع الوتر لمكانه الطبيعي. فاذا اي زياده باللينث راح نعتبره مهمل نيجلكتد. هذا السبب، هذا هاي النتيجه لهذا الفرضيه راح تؤدي لي الى انه الفورس تي سوف لن تتغير، تبقى ثابته مع الاهتزاز. فرضيه الاخرى انه الاهتزاز الوتار يكون في بلين واحد، في مستوي واحد، وهو مستوي الورقه، وهو المستوي الفيرتيكال الشاقولي. يعني هذا الوتر راح يصعد وينزل فقط، ما يتحرك بحركات اخرى يمينا او يسارا او عموديا على الورقه، لا راح هي فقط يهتز في مستوي الورقه. حتى نقدر نشتق المعادلة، تلاحظون هذا الشكل اللي أمامكم، شكل رقم 11-2، هذا يمثل لي free body diagram للمسألة. إحنا المسألة مالتنا تعرفون هو عبارة عن وتر، وهذا الوتر بوزن، الوزن مالته W of X هو يعتبر وزن وحدة الطول، يعني كل مسافة معينة، كل وحدة طول من هذا الوتر لها وزن ثابت، هذا الوزن سميناه W of X. وأيضا هذا الوتر مشدود بقوة، بقوة شد من الجانبين هي قوة T، فهنا قوة T مسلطة على الوتر. هذا الوتر مجرد ما نعطيه أي سحبة راح يهتز. إذا كانت موجودة قوة عالية، قوة خارجية اللي هي الأف بار، هاي الأمامكم هاي المؤشرة بالأسهم الحمر، الأفبار، هاي الأفبار بشكل عام تعتمد على الموقع، يعني قيمتها تتغير مع الموقع وتتغير مع اهتزاز الوتر، مقدار انحراف الوتر، مقدار صعود أو نزول الوتر، وتتغير مع سرعة اهتزاز الوتر اللي هي الواي دوت. الواي دوت نقصد بيها، الواي دوت نقصد بيها هي المشتقة الواي بالنسبة للزمن، المشتقة الأولى السرعة يعني، وتتغير أيضا مع الزمن مع التي. إذن هذه الفورس هي فورس متغيرة، فورس ديناميكية وليس فورس ثابتة. أي فورس تعتمد على الزمن لا تكون ثابتة، تكون ديناميكية. نعم. فلو نأخذ على مسافة X من هذا الوتر، من نقطة تثبيت الوتر من الجهة اليسرى، وأن أخذ جزء صغير من هذا الوتر، جزء كلي صغير سميناه دلتا أكس. طبعا إحنا بالرسم هنا مكبرينه على مود نقدر نشرح ونبين القوة العالية. هذا الجزء من
من الوتر راح نسميه دلتا اكس، وهذا الدلتا اكس انفينيت سمول، يعني شنو؟ يعني متناهي الصغر، صغير جدا المفروض. هذا الدلتا اكس لو نجي نحلله ايش نلقى عليه قوه؟ اول شيء نلقى عليه قوه بسبب الجاذبيه وزنه الى الاسفل، اللي هي دبليو اكس، هاي وزن وحده الطول في دلتا اكس حتى يطلع وزن، يعني الوزن وحده الطول اذا ضربناه بالطول يطلع الوزن. اوكي، اما الفورس الاخرى المسلطه عليه هي الفورس التي جاءتنا من يعني من خارج، يعني الفورس الخارجيه اللي هي الافبار، افبار اوف اكس قلنا واي واي دوت وتي، ومضروبه ايضا في دلتا اكس. ليش؟ لان هاي القوه موزعه على طول الفلكسيبل سترينج، فاذا اردناها لجزء صغير دلتا اكس فنضرب الفورس في طول هذا الجزء دلتا اكس تطلع لي الفورس. القوه الاخرى المسلطه على هذا الدلتا اكس على هذا الجزء من السترينج هي قوه الشد، وهي قوه الشد ثابته قلنا ثابته على طول السترينج على طول الوتار. قوه الشد عندي قوه نحو اليمين وقوه نحو اليسار ومتساويتان، ولكن هذه القوه سوف تميلان بزاويتين مختلفتين اعتمادا على موقع السترينج. عند في مكان معين تكون الزاويه مثلا الفا 1 اكبر من الفا 2، وفي مكان اخر تكون بالعكس الزاويه الفا 2 اكبر من الفا 1 وهكذا. اذا الفري بودي دايجرام مال الجزء الوتر هو هذا اللي امامكم الان. هذا الفري بودي دايجرام راح نستفاد منه جدا في حل او في اشتقاق المعادله التفاضليه الخاصه باهتزاز الاوتار. احنا بالاهتزاز راح نطبق قانون نيوتن الاول بالحركه، انتم ماخذين قانون نيوتن بالاول، قانون نيوتن الاول بالحركه في الاعداديه. القانون ينص احكي بالعربي انه محصله القوى المسلطه على جسم ما تساوي حاصل ضرب كتلته في تعجيله. عيده، محصله القوى المسلطه على جسم ما تساوي حاصل ضرب كتلته في تعجيله. هاي القضية مهمة جدا. احنا مثلا من اخذته بصف اول بالستاتيك من يسوون تحليل او من يسوي تطلع الرياكشن شو تقول؟ تقول محصلة القوى سيجما اف اكس يساوي زيرو وسيجما اف واي يساوي زيرو ومجموع العزوم يساوي زيرو. هاي العملية اللي تسويها هي بالاصل منين جاية؟ جاية من قانون نيوتن الاول بالحركة. شلون؟ من نقول مجموع القوى باتجاه الاكس تساوي الصفر. ليش؟ لان احنا دريد نخلي الجسم متزن، والجسم شو وقت يكون متزن؟ هو الجسم بيه كتلة ولكن تعجيله صفر، فإذا كان تعجيله صفر تنضرب الكتلة بالتعجيل يساوي صفر، إذا مجموع القوى باتجاه معين لأي جسم ثابت يساوي صفر، ونطبق احنا نسميه الإكويليبريوم. فإذا قانون نيوتن الأول بالحركة هو سبب معادلاتنا مع الإكويليبريوم اللي أخذناها بالستاتيك وبالستركشر استاخونتم صف ثالث وهكذا. الآن نطبق هذا القانون، قانون نيوتن الأول بالحركة على الجسم الصغير مالتنا، على الدلتا اكس مالتنا لجزء الوتر. فنقول قلنا محصلة القوى المسلطة على هذا الدلتا اكس تساوي حاصل ضرب كتلته في تعجيله. طبعا حاصل ضرب كتلته في تعجيله بيا اتجاه باتجاه القوة، او محصلة القوة هي باتجاه الحركة. فنجي هنا الان الجسم بيتحرك لمن؟ لفوق اللي جوا. راح نفترض كل حركة اللي فوق، كل قوة اللي فوق موجبة وكل قوة اللي جوا سالبة، زين. فنجي هنا نحلل. اول شيء عندي قلنا حاصل ضرب الكتلة في التعجيل، الكتلة مال هذا الجزء لانه دلتا اكس راح تكون دلتا ام صغيرة جدا، ايضا نفس طولة، تنضرب بيش في تعجيله. هو دي يتحرك، لو تلاحظون على الشكل اللي امامكم هذا، على الشكل هذا اللي امامكم، هو دي يتحرك باتجاه الواي. فاذا التعجيل مالته المشتقه الثانيه مالت الواي بالنسبه للزمن، لان نعرف احنا التعجيل هو مشتقه السرعه، والسرعه هي مشتقه الازاحه. فاذا التعجيل هو المشتقه الثانيه للازاحه بالنسبه للزمن.
فإذا هنا عندي تكون هاي هنا المعادلة دلتا M في دي تو واي على دي تي سكوير، يعني الكتلة في التعجيل تساوي الفورس، هاي الفورس اللي فوق هاي الحمراء، الفورس المسلط على دلتا اكس اللي هي اف بار اكس واي واي نوت واي دوت تي مضروبة في دلتا اكس ماينس ماينس دبليو اكس في دلتا اكس، القوة اللي اسفل هاي السودة، القوة اللي تمثل لي وزن الوتر. وعندنا بعد مركبتين، مركبة لهذه التي اللي تساوي لنا تي في ساين الفا 2، هاي اللي وين تي في ساين الفا 2 وتي في ساين الفا 1، وحدة عكس الله، واضح تي ساين الفا 1 وتي ساين الفا 2. الآن نعوض، لو نجي نباوع نلقى انه الدبليو دلتا ام هي كتلة، والكتلة ايش تساوي عادة؟ الوزن على التعجيل الارضي، يعني اما نقول الوزن يساوي الكتلة في التعجيل الارضي، او نقول الكتلة تساوي الوزن على التعجيل الارضي. الوزن انا عندي دبليو اكس اقسمه على جي يطلع لي دلتا ام، زين اضربه بمن؟ في دلتا اكس، اوكي زين. هذا في المشتقة الثانية للإزاحة على الزمن دي تو واي على دي تي سكوير، يساوي لي ألاحظ هنا أنا بالجهة اليمين الفورس مضروبة في الدلتا أكس والوزن مضروب في الدلتا أكس، فأطلع الدلتا أكس خارج قوس، أطلع الدلتا أكس خارج قوس، زين حتى 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 أخليهم أحصر القيم المتشابهة، زائد تي تانجنت ألفا 2 ماينس تي تانجنت ألفا 1. التي أيضا ثابت، نقدر نطلع عليه برا بعدين. هسه راح نفترض انه الاف بار اوف اكس واي واي دوت تي ماينس دبليو اوف اكس يساوي الاف بدون بار، يعني كانما راح نطرح الفورس، نطرح الوزن من الفورس، كانما الفورس راح يروح جزء منها هو الوزن. الان نعوض مرت الاخ، فراح يصير عندي دبليو اوف اكس على جي في دلتا اكس في المشتقة الثانية للإزاحة بالنسبة للزمن تساوي الاف اوف اكس واي واي دوت تي في دلتا اكس زائد تي تانجنت الفا، نانا تانجنت الفا الفا 2 اكس زائد دلتا اكس ماينس تانجنت الفا ات اكس. نقسم كل المعادلة على دلتا اكس حتى نتخلص من دلتا اكس، يروح من الطرف الايسار ويروح من الجزء الاول من التيار الاول من الطرف اليمين اللي يمصف الاكس، والتانجنت الفا ناقص ات اكس زائد دلتا اكس ناقص تانجنت الفا ات اكس نقسمها على دلتا اكس. الان نجي الى هذا الجزء ابو التانجنت ابو الظل، هذا الجزء مقسوم على دلتا اكس. احنا حتى يكون حلنا واقعي وحل دقيق وحل مضبوط، كلما نصغر الدلتا اكس افضل حتى يكون الحل دقيق لناخذ كل النقاط. فاذا اعتبرنا انه الدلتا اكس تقترب من الصفر، مو صفر، تقترب من الصفر، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مشكله في هذا التيرم ابو التانجنت اكس المقسوم على دلتا اكس. وانتم تتذكرون اذا كان المقام يقترب من الدلتا اكس شو نسوي؟ نستخدم قاعده لوبيتال، نشتق المقام ونشتق البسط. فاذا الليمت تانجنت الفا في اكس زائد دلتا اكس ماينس تانجنت الفا ات اكس على دلتا اكس يساوي مشتقة التانجنت الفا. تانجنت الفا هي شنو؟ هي بالاصل هي دي واي على دي تي دي اكس. ليش؟ لو نرجع هنا شوفوا هاي الالفا تمثل لي ميل الوتر، ميل الوتر عن الخط الافقي، فهو دي دي واي على دي اكس، يعني تانجنت هنا التانجنت هو دي واي على دي اكس، فمشتقة الدي واي على دي اكس بالنسبة للاكس تمثل لي المشتقة الثانية مالت الازاحة على بالنسبة للاكس، فصير دي تو واي على دي اكس سكوير. نعوض هذا النتيجة اللي طلعت لنا من الليمت الى في المعادلة رقم 11-2، يطلع بالنتيجة عندي دبليو اوف اكس على جي في المشتقة الثانية مال الازاحة على الزمن اللي هي
دي 2y على dt سكوير يساوي الفورس زائد t في dt y على dx سكوير. ونقدر نقسم على w of x ونضرب في g حتى نتخلص من الجهة جهة اليسار, نتخلص من البارامترز الموجودة, فيصير f of x y y dot t على w x في g زائد t في g على w x في d 2 y على d x سكوير. احنا تذكرون قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا الاف تساوي الاف بار ماينس الدبليو اكس. هي الاف بار قليله لان عاده الاوتار الفورس اللي تسلط عليهم قليله, لو تجينا من الرياح لو تجينا من حركات خفيفه نطرح منها الوزن فكانما تصير قريبه. فاذا افترضنا انه الاف ها شوي بهنا نقص اف اوف اكس واي واي دوت تي تساوي صفر, زين كانما عندي فري فايبريشن, الحبل ده يهتز من كيفه مثل ما اخذته بالدايناميك بالسكند اوردر بالتطبيقات السكند اوردر بالسبرينج عندنا فري فايبريشن موضوع, زين اذا تصير المعادله مالتي المشتقه الثانيه مالت الازاحه واي بالنسبه الى الزمن تساوي تي في جي على دبليو اكس في دي 2 واي على دي اكس سكوير. هاي التي في الجي على الدبليو اوف اكس راح نرمز لها بالرمز اي سكوير. وليش رمزنا لها بالرمز اي سكوير؟ ليش وياها السكوير هذا الموجود؟ السبب هسه يبين. هاي المعادله طلعت لي دي 2 واي على دي تي سكوير يساوي اي سكوير في دي 2 واي على دي اكس سكوير تمثل لي الون دايمنشنال ويف ايكويشن, اشتقيناها والحمد لله. ولكن خلينا نجي نسوي لنا فد نعالج موضوع الاي سكوير. الاي سكوير قلنا يساوي تي في الجي اوف دبل على دبليو اوف اكس. اول شيء تي قلنا شنو هو؟ التنشن فورس اللي وحداته شنو؟ نيوتن. والجي هو الجرافيتي اكسلريشن يعني التعجيل الارضي, ووحداته شنو؟ مليمتر على سكند سكوير. تعجيل. اما دبليو اوف اكس فهو يونت ويت اوف سترينج, زين اوف سترينج ماتيريال اللي هي نيوتن على المليمتر, يعني وزن وحدة الطول مو كتلة وحدة الطول, وزن وحدة الطول نيوتن على المليمتر. لذلك الوحدات مال اي سكوير لو نجي نجمعها ايش نلقاها؟ نلقاها اول شيء قلنا التي اللي هو نيوتن مضروب في التعجيل اللي هو مليمتر على سكند سكوير ومقسوم على الوزن لوحدة الطول اللي هو الدبليو اوف اكس اللي هو نيوتن على المليمتر. نختصر نيوتن اوكي, هاي المليمتر تصعد في بسط البسط لان هي مقام المقام تصعد الى البسط فتصير مليمتر سكوير. بالنتيجه يصير عندي مليمتر سكوير على السكند سكوير اور مليمتر على السكند سكوير. تلاحظون ان المليمتر على السكند شو تمثل لي؟ وحدات السرعه. فاذا تصير السرعه سكوير, لذلك احنا فرضناها اي سكوير حتى نقدر نستنتج انه الاي هي سرعه الموجه, ان الاي سرعه الموجه. اذا كويجن 11.3 تمثل لي سرعه تمثل لي عفوا المعادله التفاضليه الجزئيه الخاصه باهتزاز الاوتار. هاي المعادله التفاضليه نفسها نقدر نستخدمها كمعادله تفاضليه للاهتزاز الالتوائي للشفتات اندر تورشن اللي هي مبينة امامكم في هذا الشكل. هذا الشكل امامكم شفت عندنا عليه مجموعه من التوركس والمقطع دائري, وهذا التورك متغير مهتز مع الزمن, متغير مهتز مع الزمن. فالان لو نطبق هاي المعادله نفسها مكان ما هناك كنا نقول المتغير المعتمد هو واي اللي كان يمثل لي displacement يعني إزاحة مالت الوتر, هنا راح يمثل لي ثيتا اللي هي تمثل لي شنو؟ تمثل لي التواء. تذكرون انتم اخذتوا بالتورشن بصف ثاني بس كنا نسميها فاي, نسميها الفاي اللي هي التواء المقطع زاوية الانجل اوف تويست, نسميها الانجل اوف تويست. هنا الانجل اوف تويست مسمينها يسمونها بكتب ثيتا, ما نقدر نسميها فاي لانه معظم الكتب مال التحليلات يسموها ثيتا. فإذا هاي الزاوية زاوية الالتواء اللي هي الانجل اوف تويست المشتقة الثانية مالتها بالنسبة للزمن تساوي الاي سكوير في المشتقة الثانية مال زاوية الالتواء الانجل اوف تويست بالنسبة
للإكس، فإذا تطلع عندي معادلة تفاضلية أيضا من الرتبة الثانية، وهي معادلة تفاضلية جزئية لاهتزاز الالتوائي للشفتات الدائرية. هنا اللي يختلف أنه الأي سكوير تساوي جي في جي على جاما. كابتل جي إنها تمثل المودلس أوف ريجيديتي أو شير مودلس، أخذته اللي هو يساوي الإي أوفر 2 في 1 زاد نيو، اللي هي مثل لي البوسان ريشيو. و سمول جي نفسه لجرافيتي اكسليريشن اللي وحداتها مليمتر على سكند سكوير. طبعا الريجيديتي الكابتل جي وحداتها نيوتن على مليمتر سكوير، نفس الإجهاد، نفس الإجهاد لأن مودلس أوف إلاستيسيتي. واليونت والدبليو أوف إكس هو اليونت ويت أوف سترينج ماتيريال. عفوا هي مو دبليو إكس، هنا خطأ عندي، هاي جاما المفروض، أنا مفروض الجاما شوية هسه نعدلها إن شاء الله وأعدلكم إياها وأدزكم إياها. هنا أنا عندي جاما تساوي لي N أوفر مليمتر كيوب، فإذا اليونت أوف أي سكوير نعوض نفس ما سوينا بالمعادلة الأولى الخاصة باهتزاز الأوتار، نيوتن على مليمتر سكوير في مليمتر على سكند سكوير على نيوتن على المتر مكعب. النيوتن يختصر والمليمترات تترتب بحيث يصير مليمتر على سكند سكوير تربيع، معناها فيلوسيتي أيضا تربيع. إذا أي تمثل لي السرعة الزاوية لالتواء الشفتات الدائرية، أنجولر فيلوسيتي أوف شفت إن تورشنال فايبريشن. وأشكر إصغائكم وإلى محاضرات في مادة أخرى في مادة التحليلات. شكرا جزيلا.